جلال محل هنا اسمه كاكاو في كاتن سيتي. انا بعمل شوكولا وبعمل شوكولا مختلفة. بعمل دلوقتي صورة بحط صورة اي صورة بحطها شوكولا مش انا بعملها بس في ناس بتعملها. وجات لي فكرة ان انا اعيد السيسي ان انا احط له صورته على شوكولاية كنوع من التأييد للثورة علشان شايفة ان في ناس ضده او ناس كتير يقولوا انقلاب. وخصوصا ان انا كان شغلي كله مع اجانب لان انا كان شغلي الاولاني كنت مرشدة سياحية ليا ناس بره كتير فعشان يقدروا يعرفوا. حتى بعت شوكولاتة من دي كتير لصحابي في فرنسا على اساس برضو ابين لهم ان احنا بنأيد السيسي. ما هوش ده انقلاب، لا دي ثورة شعبية. انا اشكال كتيرة قوي عندي هنا اللي بالبراويز وعندي برواز كبير وعندي كذا شكل شوكولا. فلا بل جامد جدا على الشوكولا. انا ورا سفارة ايطاليا على طول. سفارة ايطاليا بيجوا ياخدوا شوكولا لازم واحدة سيسي والباقي بقيت شوكولا. بس لازم يبقى فيها واحدة سيسي. بس الكيلو بتاع السيسي بكام؟ حبة دي الحبه بتاعت السيسي ب6 جنيه. انا جاي اخد شوكولاته لكاتب كتابي انا، بس هاخد مجموعه منها للسيسي وهوزعها في كاتب كتابي. انا مالهاش علاقه بالتأييد، هي ده حبك الشخصيه، ارتاح للشخصيه مش اكتر. ليش في السياسه بس دي حاجه نوع من التأييد. انا عايزه الجيش وبأيده. اوكي انا موافقه بس بطريقتي. الواحد بتعرف في اللي بيكتب في اللي بيرسل في اللي بيعمل. انا بطريقتي عملت شوكولاته.